عليكم. وعليك السلام اسي. اختي زهى العلاوي. وي سيدي. مرحبا، شنو السبب التزوج ديالك امام المحكمه الابتدائيه بمدينه فاس؟ وي سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. بعدا اولا معكم السيده نزهه العلاوي، فاعله جمعويه وفاعله حقوقيه. اليوم جيت للمحكمة ديال مدينة فاس، اللي أنا متواجدة فات الصباح فيها. عندنا اليوم التقديم ديال مي زهرة، الأخت فتيحة، الأخت البنت حفصة، الزوج ديالها عثمان، اللي تعرضوا للعنف والضرب وشحال من حاجة. لأن أنا شفت داك الشيء ملي خلطت على الأخت فتيحة للسبيطار، لأن شفت داك اللكمات وداك الضرب اللي عندها. اليوم عندهم التقديم باش اللي غلط في حق شي إنسان القضاء، يعني ماشي عندنا الفوضى في البلاد. عندي انا المؤازره ديال مي زهرة، ها هي مؤازره يعني رسميه، لان مرا كبيره 90 عام تعرضت للعنف اللي كذبوها، قالوا لك هي ما مقيوسه ما والو. انا عاودت لي مي زهرة وكتعاود وكتبكي. السيده طاقت على حفيدتها، لان حفيدتها دايره واحد لوبيراسيون على ظهرها، نعست عليها طاقت عليها. المرا كتاكل العصا اللي كانت غتاكل حفيدتها، ومن بعد جا هذا نسيب اللي دابا عندهم الخصم، لان ما يمكنليش نقول الاسماء، جرها من شعرها. مرا كبيره تصور، مرا عندها 90 عام تجر من شعرها بالجهد، وميم طون عندهم يعني راه هجموا عليها لدارها. يعني اللي كيهجم راه تيموت الشرع، قال لك الهاجم كيموت الشرع. هجموا عليها لدارها كاينين شي فيديوهات انا شفتهم، فيديوهات زعما داك الشيء خطير. يعني ملي كيفوت العدد جوج راه كتولي تكوين عصابه، الضرب في الاصول، لان تسبت المراه كبيره يعني 90 عام. شي اش نقول لك، انا ما نقدرش نقول داك السبان، يعني عيب وعار نوصلوا لهذا المستوى الرديء اللي ولينا فيه ديال هاد القنوات. انا تنتمنى من القضاء النزيه ديالنا الله يطول لهم العمر يديروا لنا حل لهاد القنوات، اللي دابا لما سبيتي ما تعايرتي ما تطلع لكش القناه. يعني هاد الناس لا محتوى لا مجيب كري، يعني شنو كيستافدوا ولادنا منهم؟ انا كيعيطوا لي الناس كلشي كيعيط لي، الله يرضي عليك. ولينا كنحشموا نجلس مع ولادنا ونسمعوا داك الشيء. يعني الناس، انا المهم انا كنازر مراه كبيره، درتها امي وام المواطنين كاملين، مراه 90 عام نورمالمون تكون مرتاحه في دارها، نورمالمون هما يتسخروا عليها بزاف د الحوايج، ماشي كيلعبوا بها الكره. اللي بغى يطلع قناته يجلسها حداه، وفي الاخير الضرب، تضرب مرا كبيره، هما قالوا ما تضربتش، ولكن شفنا الضرب عندها في صدرها وعندها في ظهرها، والشعر ديالها تجر بالجهد، تجر من طرف واحد من دوك الناس اللي كانوا هاجمين عليهم. يعني هاد الناس تنتمنى من القضاء ما يرحمهمش، يعني يرأفهم داك الام اللي 90 عام ومازال كتكرفص. كنحب الله ويجلسوها في قنت تسابح في يديها ويتسخروا عليها، ماشي يعطيوها علاش كتقلب. وشنو نقول لك، شي معيار تعيرات به مي زهرة، رديء. وبالنسبه هي اللي رباتهم وقالت لي باللسان ديالها، قالت لك انا اخر ايامي غنوقف مع حفايدي في المحكمه، يلا وكتبكي. ماشي عيب رباتكم وكبراتكم. يعني كاين شي وحدين فيهم راهم ايتام، يعني هي اللي امكم، هي باكم، هي كل شيء، هذاك هو الجزاء ديالها. هي جات عندها بنتها ضيفه، ولا ما جاتش عندها، عندكم شي خصام بيناتكم، راه كاين القضاء اللي كيحسم ما بين الامر، ماشي ديروا شرع يديكم وتنوضوا تهجموا. ها اللي داخل لها من السقف، ها اللي كيضرب، ها اللي انا شفت واحد الفيديو، يعني الناس هذاك الشيء مجهد، هذاك الشيء مجهد. ولكن باش توصلوا واحد المراه لديك الحاله، الصبع تهرس، داتها كلها كحله، يعني ما نسكتوش. سينو غيولي هاد الاجرام غيتكاثر، هادشي غادي يولي يزيد الا سكتنا وما نضناش، يعني وقفناهم عند حدهم. سؤال استاذه، بالنسبه للخدس البدويه، نعم، درتي واحد الاطلال على القناه ديالها، قال لك بان كانت كتمس بالحياه الخاصه، نعم، ديال، نعم، يعني المتهم. راني قلت هاد الهضره، الا عندهم شي خصام ولا شي كيضرب في شي، راه كاين القضاء، كاين القانون، ما عندناش الفوضى. ايه ويلي كل واحد ياخذ حقه بيديه، شمن حاله غنوليو؟ غنوليو في غابه. راه قلت هاد الهضره، راني قلتها، غنوليو في غابه. راه كاين القضاء، كاين القانون، ظلمك شي حد سير حط شكايتك، ولا ما نصفكش، هذيك راه حاله اخرى عاوتاني. ولكن ما تنظنش مشيتي درتي واحد الشكايه وحطيتيها ما غطريتهاش، ما غياخذوش بالحق ديالك، ولكن تحط لي بروف،
تحط السبان تحط صوت الصوره، ماشي تجي تقول راه فلان سبني ولا راه فلان دار لي ولا راه فلان. وحاجه اخرى، واحد الغلط دارته الاخت فتيحه هي اللي هذه النقطه اللي غنهضر عليها. انت عارفه عندك خصام مع اختك، عارفه عندك خصام مع بناتها، ما نجيش ما نجيش ما نجيش ونوض المشاكل. ما نجيش هذه الهضره ديالي انا، ما نجيش. انا ما عرفاش شنو كاين بيناتكم، ولكن ملي سمعت انت ما خليتيش وهي ما خلاتش، ولكن نتوما عندكم العداوه بيناتكم، عندكم الحرب بيناتكم غير بالهضره بالسبان. ما نجيش انت جيتي، انت جيتي شنو وقع؟ نوضتي مصيبه، نوضتي دابا هما هما داكشي اللي داروه، راه ضروري غي القضاء غياخذ فيهم المجرى ديالو، ولكن ما كان عليك ما تجيش. هادشي اللي نقدر انا نقول. شكون السبب المشاكل كامله؟ دابا المشكل القنوات هو السبب. باش تطلعي قناتك خصك تسبي بنت اختك، خصك تسبي اختك، عاود اختك نفس الشيء تسب لكم الهضروات كلها. يعني هاد القنوات حنا غنشوفوا معاهم ان شاء الله، لا غنشوفوا معاهم، لان النيابه العامه هضرت على هاد القنوات، يعني اللي كتسيء حتى القضاء كتسيء المؤسسات ديال الدوله كتسيء ليها. الناس تصرت تصرت بزاف، علاش القنوات كاين اللي كان كيسعى، كاين اللي ما كيلقاش حتى ما ياكل، اللي دابا ولا ملياردير ولا باس عليه ولا بالفيلا ولا بالطونوبيل ولا بالعمارات. اي 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 الانسان كيدهش وكيولي كيطاول بزاف. بحال شي وحده انا سمعتها قالت لك انا غاديه بشكارتي، كيفاش غاده في اي بلاصه تضربي في عباد الله وديري وتقولي انا عندي شكارتي غاده بها فين ما مشيت؟ لا ما يمكنش ما يمكنش، راه عندنا القضاء النزيه الله يطول لهم العمر الله يحفظهم لينا، سينو راه نوليو في غابه شي غيبدا ياكل شي. شنو كتبغي تقولي بالنسبه للناس اللي كيديروا الصينيه بعض اللايفات كنشوفوهم؟ دابا هادي لقاوها زوينه، دابا بنعاني كي يضحيوا بولادهم يضحيوا براسهم ويديروا الصواني بيناتهم، وفلوس طائله كتدخل. هادشي راه غنطلبوا، انا غنطلبوا هاد الصواني اللي كتدخل من عند من؟ بعدا اولا شكون اللي تيمولهم وعلاش باي حجه؟ واحد السيد ملياردير لاباس عليه ومازال كتزيدوه الصينيه؟ لا غفلان ديالو راه دخل الحبس خصنا نديروا له الصينيه. هادشي راه غادي نهضر عليه نيت انا ان شاء الله، غادي نشوف مع السيد وكيل الملك او السيد وكيل العام اللي عنده الاختصاص في هادشي، غادي نشوفوا معاهم، لان اموال طائله كتدخل. خصنا نعرفوا شكون اللي كيمول هاد الناس، واش لصالح المغرب ولا ضد المغرب؟ راه خصنا نشوفوا بزاف د الحوايج، شي حوايج ما يمكنليش نقولهم، لان كيعيقوا دابا بينا حنايا كحقوقيين، كيمشيو يديروا بزاف د الحوايج بحال كيغطيو بحال بزاف. المهم شكرا للقناه الشارع. نعم استاذ، الناس كيقولوا الا ما خصهمش يستغلوا المزهر. لا المزهره كيستغلوها بزاف، وانا كانت قالت لي شي هضره، قالت لك شي بناتها ما كيعرفوهاش بصفه عامه من غير فاتحه، يعني تدعي مع فاتحه. انا ما عايشاش معاهم باش غادي نقول، ولكن مرا كبيره ما غتكذبش، قالت لك انا فاتحه هي اللي كتعرفني، فاتحه اللي كتجي عندي، فاتحه اللي كتشري لي، وميم طون قالت لك جايه ديها الراديو. الدراري كيضرها، قالت لك جاي جايه عندها باش دير لها الراديو، والله اعلم الله يعلم شنو كاين في الخفيه، ولكن باش يستغلوا مرا كبيره اللي بغى يطلع قناته يجلسها حداه ويلعبوا فيها. لا هذيك المره دابا صافي، هذيك المره نورمالمون تسابح في يديها وجلسينها ويتهلاو فيها اوميمطون. ويتهلاو فيها مرا 90 عام، يعني ما بقالاش غتعيش اكثر من اللي عاشته. نورمالمون تجلس في قنيت تسابح في يديها ويتسخروا عليها ولادها كاملين، ولكن هي قالت لك هاد ولادها ما كيعرفوهاش، هذا هو المشكل. سمعنا احنا عندها خيرها. ايوا انا قالتها بنتها، قالت لك كتشد كاريه الارض ب 160 الف ريال في العام، غتجيها شي 1000 درهم في الشهر، ولا كانت عندها الدواء وكان عندها بزاف ديال المصاريف، هي دارها ضروري غيجيو عندها حفيضه، 1000 درهم ما غتقداش، ما تقدرش تحكم واش كتعطي منها لولادها ولا ما كتعطيش. بنادم ما يشوفش هاد، راه امهم هذيك نورمالمون بزمنكم تصرفوا عليها، بزمنكم تشريوا لها، بزمنكم تعطيوا ليها وتحنوا عليها، ماشي تجلسوا ديروا لها كي الكره. واحد اللي بغى يطلع قناته يجلسها حداه ولا يبدا يهضرها السيده، شنو نقول لك؟ ما عايشاش في الراحه. ودابا المشكل كتبكي كتقول لك واش انا غنوقف مع حفايدي في المحكمه اخر ايامي؟ ما باغاش ما باغاش، ولكن امي متى كتقول لك انا ما غنتنازلش، لان تضربت بزاف ضربت ودارها رابت وحد الحاله والمهم تنتمناو من الله الخير، والحمد لله عندنا القضاء النزيه ديالنا. اللي غلط راه والله لا رحمه،
اللي دار شي ذنب يستاهل العقوبه ديالو. ظلمتي تعديتي درتي بزاف د الحوايج، القضاء اللي غيحسم ما بيناتهم. وكنتمنى غير الخير من عند الله. وشكرا للشارع نيوز ديالنا، الله يطول لكم العمر. تحيه كبيره ليكم، صوت المظلوم صوت الحق. شكرا لكم.